بسم الله الرحمن الرحيم. بيان ثوار ساحة الحبوبي. لا يخفى على أحد مدى التزام ثوار ساحة الحبوبي بالإجراءات الوقائية لجائحة كورونا والجهود الإنسانية، وحسب توجيهات خلية الأزمة ووزارة الصحة، إلا أن الأجهزة الأمنية استغلت هذا الظرف الحرج لتحقيق مآربها، حيث أقدمت على مداهمة واعتقال بعض الثائرين بطرق تعسفية، وعليه نحمل المسؤولية للسلطات المركزية وقادة الأجهزة الأمنية المتمثلين بكل من حارق الخيام قائد شرطة ذي قار ناصر الأسدي، ومدير الاستخبارات عزيز شلال، ومدير مكافحة الإرهاب مؤيد العسكري، محذرينهم من النتائج المترتبة على ذلك. فلكل فعل رد فعل، وعليه نطالب بما يلي: أولا، إيقاف الاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين السلميين. ثانيا، إطلاق سراح الثائرين السلميين الذين اعتقلوا، وفورا. كما يمهل ثوار ساحة الحبوبي الأجهزة الأمنية مهلة 24 ساعة لتحقيق ذلك، وبخلاله سيكون لنا رد فعل، وإلا سندعو كافة الثوار للالتحاق لساحة الحبوبي. المجد لشهدائنا والشفاء العاجل للجرحى والنصر لثورتنا. التاريخ 20/4/2020.